وجبة الملك السامي والحرص المولوي على تحسين مؤشرات التنمية البشرية والترابية حتى يتسنى للمواطن المغربي من أجل الورق أن يتمتع بالعيش الكريم. تنعقد هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار زراعة العنب قاطرة للتنمية في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2008 وهي نفس السنة التي تم فيها خلق جمعية رواد. هذه الرعاية فهي تعتبر دعما وتحفيزا لكي تكون التحضيرات اللوجستيكية في مستوى هذه الرعاية، وقد عملنا على أن تكون التحضيرات بطرق جد عصرية يطغى عليها طابع المزج بين الموسم التقليدي والمهرجان العصري. تتزامن هذه الدورة مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 20، هي 20 سنة من العطاء منذ تربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، وقد عرفت هذه الحقبة فتح مجموعة من الأوراش التنموية بفضل التوجهات الملكية السامية والحرص المولوي على تحسين العامل التنموي البشري. إذن هذه النسخة من مهرجان العنب فهي تترجم الهدف الأساسي الذي تم من خلاله خلق هذه الجمعية. الهدف منها هو جعل جماعة شراط بصفة خاصة وإقليم بن سليمان بصفة عامة على سكة التطوير والتحديث. إذن فبلغة الأرقام يمكننا أن نفتخر بالحصيلة المسجلة منذ سنة 2013، أي منذ أن تم عقد اتفاقية شراكة عقد وتفعيل اتفاقية شراكة بين جمعية رواد ووزارة الفلاحة، حيث وصلت نسبة عدد المستفيدين إلى ما تفادى، كان عبارة عن تحدي، يعني هو تجاوز عتبة 2600 مستفيد في إطار المخطط العشري 2017-2027، وقد تم خلق مجموعة من المدارس الحقلية الهدف منها هو التطوير ومواكبة الفلاحين. إضافة كان دائما ونحن في جمعية رواد لدينا تصور مستقبلي، وهو عبارة عن خلق مجموعة من وحدات التبريد والتخزين. إذن هذا من جهة أخرى قد حرصنا كل الحرص على تنويع البرامج وتنويع المنتجات، وحاولنا ملائمتها وفق حاجيات المنطقة. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.